وهذا سائل يقول: ما هي أدنى عدة للمرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة تختلف، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو بلحظة ولو ساعة أو يوم، إذا وضعت بعد الطلاق خرجت من العدة. وأما إذا كانت غير حامل فإن كانت من ذوات الحيض يأتيها الحيض فعدتها ثلاث حيض على قول، أو ثلاثة أطهار على القول الثاني، قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا لم كانت ليست من أهل الحيض، لأن كانت كبيرة آيسة أو صغيرة لم يأتيها الحيض بعد، فعدتها ثلاثة أشهر، كما قال سبحانه وتعالى: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة، قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، يعني كل شهر بدل حيضة، واللائي لم يحضن إما لصغر وإما لأن الحيض لا يأتيهن، لأن من النساء من لا تحيض أبدا طول عمرها، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. نعم.